أنت كمراسل تلفزيوني أو صحفي صادق في كل لحظة أنت بتقدم فيها معلومة للمشاهد. هو ده أول خطوة في حياتك كمراسل تلفزيوني أو صحفي أو كمذيع أو كعملك في العمل الإعلامي. لازم تكون صادق. إن لم تكن صادق في العمل الإعلامي وفي حياتك العامة، والله عمرك ربنا خالص ما هيعينك ولا هيساعدك ولا هتكون ناجح في حياتك أبدا. على فكرة طول ما انت بتمارس، انا كنت بعمل ايه وانا مذيع نشره والله في الحدث، والله العظيم اقسم بالله كنت بجيب الاخبار اللي انا بقولها على الهواء وبرجع اقولها تاني في البيت، بعيد بمارس تاني وتالت ورابع وانا في البيت طول ما انا قاعد، لدرجه ان انا قاعد مع والدتي والله العظيم اقسم بالله قلت خبر. انا بكلم عادي جدا، فرحت قاعد خبر لقيت انت ايه؟ قلت لها والله الولد بقى ما عادش. اه والله قلت خبر. فكتر الممارسه بتتعلم فعلا جدا ان انت تبقى ادائك كويس جدا في اي من التقارير. اتفضل. يعد بشار باكر احد رواد الكوميديا في مصر، سواء في عمله بالمسرح او السينما، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ 66 عاما عن عمر ماهز 59 عاما. ولد وكيل به فجالة في القاهرة عام 1980 وتخرج من مدرسة الحقوق عام 1917. بدأ عمله في فرقة عبد الرحمن رشدي، ثم عضوا في فرقة جورج أبيض، ثم فرقة رمسيس مع الفنان يوسف وهمي، ثم كون فرقة بعد ذلك وله أكثر من 100 فيلم. شارك بالعديد من الأفلام منها انتصار الشباب، كيلوباترا، متاحي الستات، لست ملاكا، لعبة الست.